السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدروس النهاردة إن شاء الله هنشوف الدروس المحذوفة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فكل إن شاء الله اللي عايز يعرف المحذوف اللي عليه يحضر ورقة وقلم ويكتب ورايا. الدروس المحذوفة في مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي: درس الأرنب الكسلان في الوحدة التالتة، ودرس هيا نطير. الدروس المحذوفة من مادة الرياضيات الصفحات أرقام 2 3 4 5 20 و25 و26 و27 و48 و79 و80 و90 و91 و91 و90 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و113 و101 و112 و112 و113 و114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 و121 و122 و123 و124 و125 و126 و127 و128 و129 و130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و160 و171 و172 و173 و174 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و190 و191 و192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و199 و200 و201 و202 و203 و204 و205 و206 و207 و208 و209 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 و228 و229 و230 و231 و232 و233 و234 و235 و236 و237 و238 و239 و240 و41
للصف الأول الابتدائي أيضا، من صفحة 41 إلى صفحة 57. اللي محذوف بقى في مادة التربية الدينية الإسلامية، الوحدة الثالثة، الدرس الثالث، الزملاء والأصحاب. نروح بقى للصف الثاني الابتدائي، الدروس المحذوفة من مادة اللغة العربية، الوحدة الثالثة، درس حصة الهوايات ودرس صديقي كريم. الدروس المحذوفة من مادة الرياضيات، الصفحات أرقام 4 و19 و21 و45 و42 و43 و44 و43 و44 و75 و76 و84 و83 و79 و94. المحذوف للصف الثاني الابتدائي اللغة الإنجليزية، من صفحات 53 إلى 74، يعني من صفحة 53 إلى 74. الدروس المحذوفة من مادة التربية الدينية الإسلامية، الوحدة الثالثة، الدرس الثالث، نوح عليه السلام في القرآن الكريم. الصف الثالث الابتدائي في مادة اللغة العربية، محذوف في الوحدة الثالثة درسان، درس هيا نتعاون والثاني درس هيا إلى العمل. الدروس الملغية من مادة الرياضيات، الصفحات أرقام 20 و24 و25 و26 و47 و55 و76 و77 و81 و82 و84 و89 و90 و91 و100. المحذوف من مادة اللغة الإنجليزية، من صفحة 53 إلى صفحة 74. الدروس المحذوف من مادة التربية الإسلامية، الوحدة الثالثة، الدرس الثاني، قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم، سورة الأنبياء، من الآية 51 إلى الآية 70. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.